في بلاصتي واحد اخر. بعد سمعت من بعد يومين سمعت قالوا لي بوراس مدرب الحراس تاع الفريق الاول راهو مشى في بلاصتك البارح ولا البارح في الليل. جاني جواب صحيح ورسمي باللي بوراس هو اللي راح في مكان. دونك فهمت ثم خذيت قرار بالاستقاله بدون ما ندير فهمت باسكو انا درت الاستقاله ما حبيت ندير سبب ما حبيت ندير هذاك خلاص وزدت غطني انكور بلوس. تمسخروا بيا راكم عارفين باللي انا يعني مانيش رايح لا تديني المطار. انا انسان كبير انسان محترم علاش تديني وتمرمدني في المطار؟ نظن هذا هاي الحقيقه وما نزيدوش فيها لا اكثر منها. الجوله التاسعه